ما هو سر المرأة الغامضة؟ خالد يحزم حقيبته ويغادر القصر ويبلغ بناته. بناتهم لا يريدون البقاء في المنزل بدون هالد، لذلك يحصلون على إذن بالذهاب إلى زرين. كما أخبر إريم أنه سيطلق يلدز. يعلم أندور بهذا الأمر ويذهب إلى القصر ويأخذ آيسل ويعيدها إلى المنزل. يلدز تتصل أيضاً بزينب. في ذلك المساء تناولوا العشاء مع هالت وتحدثوا عن هذه القضية، لكن هالت مصمم على الطلاق. يخبر يلدز خالد أن أندر ربما يكون قد أعطى المال لشراء البندقية لوالده. ينظر هالت إلى البيانات المالية ويرى مبلغاً مكشوفاً ويريد التحدث إلى أندر. ومع ذلك فقد وجد أندر بالفعل طريقة للتعامل مع هذا الأمر. يعتقد هالت. عندما يأتي هالت يرسل أندر كانر إلى أمير. تتوقف كايا عند مطعم أندر، ولكن عندما تسمع أن هالت يقيم هناك تنزعج وتغادر. تخبرها يلدز التي تراها في الشركة أن خالد وأندر يمكن أن يجتمعا معا مرة أخرى. ينتظر يجد باستمرار لساعات ليأتي إلى الشركة ويتحدث عن الوظيفة. الرياضيات تجعل تولين تدرك ذاكرتها البصرية. يقدمه تولين إلى كايا. يتصل أندر بتولين لترتيب نادل للوجبة التي سيقدمها لإريم في المنزل. يقول ييجيت إنه دفع الدين وذهب للدعوة. الشجاع يلتقي إريم مع والدته، ولكن عندما يكسر أندر النظارات يعامله بقسوة شديدة. أليهان يذهب للتحدث مع أليف. عند سماع ذلك تذهب زينب إلى هناك وتخلق مشهداً. يتجادلون مرة أخرى مع أليهان الذي يعود إلى المنزل في المساء، لكنهم يتصالحون في النهاية. يفهم كايا من موقف ييجيت أن هناك شيئاً خاطئاً معه ويطلب من تولين التحقيق معه. تتعرف يلدز على الطعام في منزل أندر وتذهب إلى هناك. يرى كانر وزهرة يقبلان بعضهما في الحديقة. يراه كايا أمام المنزل ويعلم أنه غير مدعو ويحذر يلدز من العودة. كانر الذي يراهم ويسمعهم يخبر أخته بذلك. يطلب أندر من كايا مرة أخرى الابتعاد عن يلدز. كايا تنتظر الرد منه. يذهب إلى منزل أندر كايا الذي تم نقله حديثاً وتفتح امرأة شابة جذابة الباب هناك. يلدز تصيب معصمها عمداً من أجل تحقيق السلام. يدعو زينب. أثناء ذهابهم مع أليهان يسمون هالت. عندما يأتي خالد يرسلهم يلدز بعيداً. يذهبون إلى المستشفى. عندما يعودون تفعل يلدز كل ما في وسعها لإقناع خالد بالبقاء. ثم يتصل بزهرة ويهددها بإخبارها عن علاقتها بكانر ويطلب شيئاً ما. في حين أن إطلاق النار على إيرين يؤثر على الجميع بشكل كبير، فإن الجميع يديرون ظهورهم يلدز واحداً تلو الآخر. أندر يلوم يلدز ووالدته على ما حدث. يصل خالد إلى موقف يشكك فيه في زواجه لأول مرة. ارتباك خالد سيقود أندر إلى مرحلة اتخاذ القرار. تم استبعاد يلدز وأسومان. تم إطلاق النار على خاصة عن طريق الخطأ عندما أطلق مصطفى النار أمام القصر. في هذه الحلقة يحيط الذعر والقلق بالجميع. توقف قلبه في سيارة الإسعاف. عندما تكون هناك حاجة للدم أثناء الجراحة تتبرع به كايا. على الرغم من أنه يتعين عليهم إزالة طحاله، إلا أن حالة إيرين بدأت في التحسن. أندر يهاجم يلدز بالألم والغضب. كل شخص لديه موقف تجاه يلدز. حتى زرين قلقة على أخيها بسبب زينب. الجميع بما في ذلك هالت يعامل أسومان معاملة سيئة عندما يأتي إلى المستشفى ليتمنى له التوفيق. ينزعج بشدة عندما يتم طرد المرأة. ينتظر أمام منزله للتحدث مع زينب ويتصالحان. بعد رؤية هذا الطرد تترك كايا يلدز ووالدتها في محطة الحافلات. يشربون القهوة ويتحدثون لتقديم المشورة والدعم إلى يلدز. يسمع أندر هذا فيشعر بالغيرة ويستفز خالد. عندما تموت والدته
يضع يجد خطة لمواصلة حياته ويقرر البحث عن والدته. في المستشفى زهرة وكانر يسألان من نحن؟ يعيش الأزمة أليف تقيم حفلاً صغيراً في منزلها. تلتقي زينب بصديقة أليهان السابقة التي تدعى هازال. عندما تخبر هازال زينب عن مشاكلها في العمل والمال في الحفلة، تستدعيها المرأة التي لا تعلم بماضيها إلى الشركة. إنهم يشعرون بالتوتر مع زينب لأن أليهان قال إنه لا يريد تعيين هازال دون إخباره بالماضي. زينب تستأجر الفتاة دون علمها. تأتي إليف إلى الشركة بعذر وتخبر زينب عن هذا الماضي. زينب مصدومة. إريم لا يريد الذهاب إلى القصر لأنه خائف. يعود هالت إلى المنزل بعد مغادرة ابنه المستشفى ويقول يلدز احزم أغراضك أنا أطلقك. إريم لا تريد المجيء إلى هنا. سأبقى مع إندر حتى يتحسن. تم إطلاق النار على إريم. في اليوم التالي يلدز يلتقي بأمير في حي إندر القديم. المرأة تكذب وتستخدم الرجل كحارس شخصي. يصل إلى خياط عجوز وزوجته منذ 20 عاماً. يتعلم القيل والقال عن إندر وكايا. يستأجر مصطفى غرفة في حي زينب. تلتقي بالأمير مصطفى دون أن تعرف من هو. مصطفى يتعرض للمضايقة من قبل رجال عليهم ديون القمار. في الوقت الذي يلتقي فيه بأمير، يأتي كانر ويقول إن إندر يمكنه فعل أي شيء لهزيمة يلدز. يستمع مصطفى إلى هذه القضية بعناية ويخبر كانر أنه يحتاج إلى إخبار كانر بهويته والتحدث مع أخته بعد العمل. نادر لا يقبل وظيفة سيليهان كرد فعل على كايا. هالت إنه لا يريد الذهاب إلى دعوة القنصلية ويطلب من إندر الذهاب. يذهب يلدز إلى الشركة ويشير إلى أنه يعرف ماضيه ووجد منزله القديم. يشعر إندر بالذعر ويسأل كايا إذا قالت أي شيء عنهم. يتحدث إلى تولين في الشركة ويحاول الحصول على معلومات حول صديقته السابقة، لكن إندر تمكن بالفعل من إسكات تولين مقابل نفقات تعليم ابن أخيه. إنه يشير إلى أن تولين يلدز يأتي إلى الشركة كثيراً ويجعله غير مرتاح. عندما يعود خالد إلى المنزل في المساء، يغضب على زوجته. وفي لحظة ذعر نادرة، أخبر شقيقه أن لديه ولداً آخر، وأنه أعطاها لممرضة عندما كان صغيراً جداً ومفلساً. ثم ذهب إلى الممرضة وحاول العثور على الطفل، يبكي قائلاً إن المرأة لم تقل شيئاً والآن الممرضة ماتت. عندما سافرت كايا إلى الخارج، أدركت أنها حامل وأنه بحلول الوقت الذي وجدت فيه المال لإجراء عملية الإجهاض.